أنا في الأساس من هنا، صعيدي مقصر أبا عن جد عن جدود الجدود، ومهما بعدت وأخدتني الدنيا برجع حن لناسنا وأرضنا. إحنا الصعيدة، القلب الأبيض والنية الصافية والعزم شديد، كلمتنا بالأصول حق وما بنخافش غير من اللي خلق الخلق. دي بلدنا وده سلونا، وكلمة حق عمري ما كنت فرحان قد النهاردة، وأنا شايف في كل حتة في الصعيد شغل من نار يفتخر به الصغير قبل الكبير. الصعيد النهاردة بيتغير وبيتطور عشان يواكب العصر اللي احنا فيه. البنا والعمران شغالين في كل حتة وكل مكان ليل نهار، شغل يمكن ما حصلش من يجي 150 سنة. محطات تنقية المية بتتبني من أول الفيوم لحد أسوان، بتوفر المية النظيفة. شوف بقى لكام عيلة. على صعيد الجواني يا برد بيخدني ووديني، دول هم ناسي وخلاني وهم ظهري اللي حميني. والطرق القديمة اللي بتترصف، والطرق الجديدة اللي بتتبني، والطرق اللي بتتشق في الجبل وكده. ولسه ما تكلمناش في مشروعات الإسكان اللي هتوفر الحياة المريحة لكل الناس. كورنيش أسوان الجديد، التمشية لوحدها هنا يتكتب فيها ديوان شعر، ومركز ترفيهي، ومسرح روماني، وفيلات أسوان، فيلات فخمة بتنافس في جمالها أرقى المناطق في بلاد بره. ده غير النوادي والجامعات اللي بتتبني في كل حتة. شكل الحياة خلاص بيتغير، البنا والعمران مش هيقف تاني. أهل الصعيد جوا عنينا، وادي الصعيد راجع تاني. من هنا وطالع الصعيد هيفضل يتطور، ويا رب دايما صعيد منور، الصعيد منور بناسه.